تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل، في فريق الإعداد، فريقنا في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومع مخرجنا المبدع دائما نمر، وفي التقديم معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة أذكركم بتواصلكم معنا، وأيضا لملاحظاتكم على الأرقام التالية 6005514114، وللرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا، حاب أذكركم دائما وأبدا بأهم ثلاث طرق لوقايتكم من كوفيد-19. لازم دائما إحنا نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن مترين في جميع الأوقات وكل الأماكن، وطبعا لازم نتذكر دائما إن إحنا نرتدي كماماتنا بالطريقة الصحيحة، وإلى جانب حفاظنا على نظافة أيدينا ونغسلها باستمرار ولمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وإذا ما كان عندكم الماء والصابون تستعملون الجل المعقم. حلقتنا اليوم متنوعة وعديدة ومليئة بالمواضيع الشيقة والقيمة. في هاي الحلقة رح ناخذ آخر الأخبار والدراسات العالمية، ورح نتناقش ونشوف آخر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي مع اسم الجناحي، وراح نكمل حديثنا عن تحدي دبي للياقة 30-30 مع الأستاذ حمزة، وأيضا راح نتكلم في فقرة التغذية عن مرضى السكري، وبعد في ختام حلقتنا راح نتكلم عن كبار السن. ندخل في فقرة السوشيال ميديا مع أستاذتنا وزميلتنا اسم الجناحي، بتحدثنا عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم الأخبار المتداولة على صفحات هيئتنا أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. صباح الخير اسماء. صبحكم الله بالنور دكتورة عيشة وكل المستمعين إذاعة نور دبي. كيف صباحك اليوم اسماء؟ تمام؟ تمام الحمد لله. بناخذ شوي جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. أمس كان عندنا مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إجراء عملية جراحية نادرة في مستشفى الطيفة، وحطينا تفاصيلها في قنوات التواصل الاجتماعي. العملية تقريبا كان لطفل عمره 6 أشهر، وكانت العملية الجراحية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة ونادرة على مستوى العالم. هاي كانت مقالمة. أيضا نحب ننوه، نزلنا تنويه للجمهور، نوه لجمهور المتعاملين بأنه سيتم إغلاق بوابة مستشفى دبي المحاذي لشارع أبو بكر الصديق اعتبارا من 15 نوفمبر، وهذا عشان أعمال التوسعة الحالية المقامة في مبنى العيادات الخارجية في المستشفى. في مداخل ثانية ممكن توجهوا لها الجمهور، وهي مدخل على شارع البراحة ومدخل على شارع الخليج. أيضا كان أمس يوم الأشعة العالمي، وتم وضع فيديو تعريفي عن قسم القصة والأشعة الداخلية، وهو يعتبر الأول على مستوى الدولة. فهناك كثير من المواضيع، لكن نتمنى من الجميع أن يدخلوا قناة التواصل الاجتماعي أن يتعرفون على هاي الأقسام الجديدة والموجودة، يعني لها الانفرادية في هيئة الصحة بدبي. أيضا قبل ما نختم، نتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، ونتمنى لهم الصحة والسعادة بإذن الله. شكرا أسمع على كل المستجدات اللي قلتي لنا يا، ونذكر مستمعينا بأن البوابة لمستشفى دبي غيروها، فكونوا على علم بهذا الشيء وتأكدوا قبل ما تروحون للمستشفى. ناخذ الحين مستمعينا الأعزاء آخر الأخبار في وسائل الإعلام، وفي خبر يقول شرب القهوة قبل الفطور، في الأطباء يحذرون من أنه خطر كبير.
إذا كنت ممن يحرصون أو كنت من الناس اللي يشربون فنجان قهوة قبل ما يأخذون وجبة إفطارهم، فإن خبراء الصحة ينصحونك أن تقلع عن هذه العادة اللي يصفونها بالسيئة، لأنها تلحق ضرر كثير بالجسم، كما تنذر بالعديد من الاضطرابات الخطيرة. وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة باث البريطانية وتم نشرها في الصحيفة البريطانية لعلم التغذية British Journal of Nutrition، فإن شرب القهوة قبل تناول الإفطار من شأنه أن يؤثر سلبا على ضبط السكر في الدم، وهو أمر يفاقم خطر إصابتنا بداء السكري وأمراض القلب. احنا كلنا نعرف أن شرب القهوة لها فوائد عديدة، بس الخبراء يقولون أن من الأفضل أنك تأجل شربها لبعد تناولك الإفطار. ونروح لخبرنا الثاني، نتكلم فيه عن العادات اليومية للوقاية من هشاشة العظام. هشاشة العظام احنا كلنا نعرف هو مرض تصبح فيه العظام جدا ضعيفة وهشة، ويأثر كل 4 نساء واحدة منهم إيها هشاشة العظام، وخصوصا إذا كانوا يتجاوزون عمر 65 عام. وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قالت لنا الدكتورة أبي أبلسون استشارية العظام بمستشفى كليفلاند كلينيك، إن العادات اللي تبني عظام قوية تبدأ من مرحلة الطفولة وتمهد الطريق لاكتمال صحة العظام في المستقبل. وأولها لازم تتبعوا نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دال، لأن احنا كلنا نعرف أن هذه لها أهمية بالغة في بناء العظام. وأيضا الدكتورة أبلسون أوصتنا أن احنا نحافظ على أنشطتنا، النشاط الرياضي جدا مهم لأنها تضغط على العظام عشان تحفزها أنها تنمو. بعض الأنشطة مثل المشي السريع، ممكن يعني أنتوا تمارسون المشي السريع، وهاي العادة لازم تتبنونها مو عشان العظام الصحية فقط، ولكن لأشياء أخرى احنا كلنا نعرف أهميتها. المشي السريع راح يسوي ضغط كافي عشان هاي العظام تنبني. وأيضا من المهم أيضا الدكتورة تقول لنا أن نتجنب التدخين والكحول ونبتعد عن الخمول، لأن هذه العادات كلها لها تأثير سلبي على صحة العظام. وهذه كانت أخبارنا لليوم. ومستمعينا نطلع لكم، ناخذ لكم فاصل ونرجع لكم مع فقرة الرياضة مع الأستاذ حمزة عباس. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. وأذكركم بأرقام التواصل 6005514114، وللرسائل النصية القصيرة 4006. تشارك هيئة الصحة في دبي ممثلة بفريقها الرياضي في بطولة الشيخة هند الرياضية التي انطلقت يوم أمس. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات والأنشطة الرياضية بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذ حمزة. صباح النور يا هلا دكتورة. لو تحدثنا شوي عن مشاركة الهيئة في بطولة الشيخة هند الرياضية أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة الشيخة هند قام عدة سنوات، والقيمة هاي البطولة مجلس دبي الرياضي عشان يكون الرياضة أسلوب حياة لجميع الناس. الهدف من هاي البطولة، الهدف الأول هو دعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي واستقطاب مواهب رياضة نسائية لتحمل المسؤولية في القيادة والإدارة. وثاني شيء، الهدف الثاني نشر ثقافة ووعي بأهمية الرياضة للمرأة كعامل أساسي في المحافظة على صحة جيدة. الهدف الرابع تعزيز روابط تنمية تواصل العلاقات بين المواطفات في مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ونحن كهيئة الصحة نشارك من عدة سنوات معهم في مثل هاي البطولة بالفرق الموجودة لعندنا النسائية في هيئة الصحة، والحمد لله السنة مشاركين في عدة بطولات اللي هم ينظمونه في سباق الجري. اليوم الموضوع عشان في إجراءات احترازية، أخذوا ألعاب اللي ما فيه جماعية أكثر، أخذوا ألعاب فردية أكثر، سباق الجري، كرة الطاولة، سباق الدراجات الهوائية، كروسفيت، البولينج، الريشة، ماخذين هذه الألعاب اللي نحن نشارك فيها السنة. وبارحة بدينا أول بطولة، أول فعالية اللي سووهم الساعة الثالثة مساء بطولة البولينج، وإحنا شاركنا الحمد لله في بطولة بولينج أفراد من نسائية من هيئة الصحة في هذه البطولة.
ومستمرين بهذه البطولة كل الفعاليات إن شاء الله لنهاية الشهر تقريبا تاريخ 20. وبالتالي حتى هيئة الصحة الحمد لله عندنا فرق نسائية بالمشارك، في عندنا لجنة رياضية موجودة في الهيئة، وبالتالي نحن دائما أي فعاليات تقام في مدينة دبي نسائية ورجالية نحن كهيئة الصحة مشاركين من خلال اللجنة الرياضية ودعم المسؤولين بالهيئة. طبعا احنا لهذا هاي الفرق النسائيه يعني يكون في تدريب متواصل طوال السنه استاذي، صحيح؟ يعني الهيئه تحرص انها اللي تكمل، بس لو تخبرنا شوي عن كيف تقريبا احنا دائما طول السنه احنا في الملاعب، عندنا ملاعب الهيئه كره التنس، طاوله، عندنا طائره، عندنا سله قدم، عندنا جميع الناس. ساعات ناجر صالات عشان النساء، وهذا ناجر نساء يمارسون كره الطائره وكره السله أماكن مغلقة. وبالتالي نحن طول السنة الحمد لله نتمرن، وموظفات الهيئة دائما يشاركون في جميع الفعاليات الموجودة في دبي، بس مو كرة السلة أو كرة بطولة الشيخ هند، طول السنة هم يشاركون في التحديات الموجودة في إمارة دبي. وبالتالي موظفات الهيئة ما شاء الله نشيطات يعني في هذا الموضوع. طبعا أنا فخورة جدا بزميلاتنا في الهيئة وفريق هيئة الصحة دائما متميز. طبعا البطولة الشيخة هند الرياضية تصادف تحدي دبي للياقة، لو شوي تحدثنا عن مشاركتنا احنا كهيئة الصحة في مبادرة تحدي دبي للياقة. مبادرة تحدي سنة ثالثة من 2017 هم بدوا خلال مبادرة إدارة السياحة في دبي، ونحن من أول يوم نشارك 30 ب30 شارك من خلال موظفينا، من خلال البرامج المتنوعة. نحن كهيئة الصحة عندنا كانوا برنامجين، برنامج صحي وبرنامج رياضي، كنا نشارك السنوات السابقة، والسنة عشان الكورونا والموجود هذا برامج صحي مو بلها كثر الموجودين، يعني رياضي أكثر للمشاركين. إحنا الحمد لله مشاركين مسوين كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، برامج الموظفات الموجودة من خلال أعضاء اللجنة آمنة وأخت حواء. وبالتالي هم ماشيين في برامجهم اللي يسوون حق النساء من خلال نادي السيدات او نادي السيدات زعديل، يسوون بعض البرامج للموظفات بعد. وبالتالي احنا مشاركين في كل برامج موجوده او خلال رابط الموجود ان كل شخص او كل موظف في جميع الدوائر حكومه الدول، ونحن كمان هيئه الصحه من الدوائر الموجوده في هذه المناسبه، ان او تسوي 30 دقيقه كل يوم او 10,000 خطوه حسب الرابط اللي معاك، كل واحد راجع له شو اللي يحب يشارك أو يساهم فيه من النشاط والفعاليات الموجودة بجانب المضامير الموجودة في مدينة دبي. كل مكان في مضامير موجودة، أي شخص ممكن في أي وقت يمارس. نحن الموظفين هي ما شاء الله نشيطين ويمارسون أنشطة رياضية في كل مكان، من خلال دراجات هوائية أو جري أو مشي أو برامج فعاليات تحدي. وبالتالي الحمد لله نحن كهيئة الصحة مشاركين في كل الفعاليات وداعمين هاي المبادرة هيئة السياحة. لو تحدثنا شوي بعد أكثر عن فعاليات الهيئة في مبادرة تحدي دبي للياقة، مثلا شو جدولنا هذا الأسبوع أستاذ حمزة؟ جدول عندنا إن شاء الله التاياك ممكن يصير، حتى ممكن عندنا في كرة قدم مرة ثانية، عندنا سلة، عندنا الارتفاعات اللي تسوي أخ عبد الله شرحان يسوي بعض المسابقات، يسوي وبنفسي بعد يسوي. جميل. كل خلال 30 عبد الله أيام أي عبد الله شهرين يسوي تحدي دائما. وبالتالي نحن كموظفين هي عندنا وايد مسابقات وتحديات اللي عندنا من خلال نشارك في بعض الحدائق اللي هم أيام الإجازات الموجودة، الألعاب الموجودة هناك، يروحون الموظفين عندنا خلال الصالات الرياضية نشارك بعض الموظفين يشاركون، يحبون يسوون ممارسة نشاط من خلال اللياقة البدنية نشاركهم بعد. وبالتالي الحمد لله احنا كهيئة الصحة مشاركين في كل الألعاب. وطبعا الجو الحين جدا مناسب يعني أستاذ حمزة أن الواحد يمارس هاي الرياضات، مو فقط المشي لكن مثل ما ذكرت الكاياك وغيرها بعد. في نصيحة أي خبرني؟ الجو مناسب الحين، أي واحد يسوي رياضة في أي وقت الحين، مو بدو الحر وهذا، وبالتالي في أي مكان يروح في أي وقت، صبح ومساء وظهر بعد، حتى جو جميل الحمد لله هالأيام، وفي أمطار الخير بعد هالأيام. وبالتالي يكون ما في واحد عنده عذر إنه ما يسوي أي نشاط رياضي. ونصيحتي للناس الموظفين هي إنهم يشاركون أكثر في الفعاليات الموجودة، وهم يمارسون نشاط من خلال الرابط الموجود عندهم خلال الساعة الموجودة وخلال التليفون، في اليوم نص ساعة، في اليوم يسوون 10,000 خطوة حسب ظروفهم، كل واحد ظروفه يعني. وبالتالي لأن الرياضة، وخلي الرياضة يكون أسلوب حياة دائما، يعني مو بشرط يكون هذا شهر 30 في 30،
دائما في حياتي يكون رياضة أسلوب حياة عنده، لو في اليوم نص ساعة بس كفاية يكون. بالضبط أستاذ حمزة. طيب إحنا تكلمنا كثير عن الفريق النسائي، لو تحدثنا شوي بعد عن الفريق الرجالي بعد عشان ما يزعلون علينا بعد الفريق الرجالي، لو تحدثنا شوي عن إنجازاته. ما شاء الله ما شاء الله، الفريق الرجالي يشاركون في جميع الفعاليات من كم سنة الحين، جميع الفعاليات اللي تقام في مدينة دبي كل فعاليات يشاركون فيه، حتى نوصل ساعة العين ساعة رأس الخيمة ونشارك في بعض الفعاليات في المرموم، وهذا خاصة المبادرات الفعاليات التحدي اللي موجودة عندنا، فريق محترف في هيئة الصحة يشاركون في جميع البطولات، ودائما هم في التدريب دائما يعني ما يوقفون طول السنة يعني، وبالتالي أي فعالية هم جاهزين يكونوا من خلال السنة، بس السنة شوي عشان الظروف اللي حاصلة في العالم بعض الفعاليات مقلين احنا فيها لظروف خاصة يعني، بس هم كأفراد يمارسون نشاط دائما يعني، مستعدين في أي فعالية يشاركون يعني. ما شاء الله عليهم. طبعا احنا هاي جميع الانشطه الرياضيه استاذ حمزه، لو تذكر للمستمعين احنا يعني شو هي الاجراءات اللي احنا نتبعها واجراءاتنا الاحترازيه اللي نتخذها لما نمارس هاي الانشطه الرياضيه. احنا حسب البروتوكول طالع من مجلس الشباب الرياضي او من هيئه الشباب والرياضه او من حكومه دبي اللجنه المنظمه للازمات، وهذا نفس حسب على الحرقيات الحراره قبل ما يدشون الملعب. أوكي. البعد اللي موجود بينهم، وبالتالي جميع الاحترازات نحن ناخذ الفحوصات اللي هم مسوينه قبل فتره يعني اسبوع اسبوعين، مسوين كل واحد لازم يسوي فحوصات مسوين هذا، نحن نلتزم بجميع الاجراءات والاحترازات اللي موجوده صحيا يعني، ونحن كهيئه الصحه نكون ابدا اولى الناس اللي نسوي هالاجراءات يعني. جميل جدا استاذ حمزه، اذا في اي نصيحه اخيره حاب تقولها لمستمعينا. جميع الرياضيين والسكان دبي نقولوا خلال هذا الشهر لو تحاولون تكثرون من انشطتكم الرياضيه، يكون النشاط الرياضي اسلوب حياه لكم، ودائما الرياضه مفيده للصحه، وبالتالي نرجو منكم جميعا ان تشاركون في جميع الفعاليات الموجوده في اماره دبي، بس باحتراز والاجراءات الاحترازيه يكون دائما امام عيونكم. شكرا أستاذ حمزة عباس على وقتك الثمين. أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية، فقط مو بدورهم في هاي الفترة، ما شاء الله عليهم دورهم يعني على مثل ما هو قال لنا طوال السنة. شكرا على وقتك الثمين أستاذي، ويعطيك ألف عافية. مشكورين. طبعا مستمعينا الأعزاء نذكركم أن لا تنسون تنزلون تطبيق تحدي دبي للياقة 30-30، على الأقل الواحد يحرص أن يمارس 30 دقيقة كل يوم من الأنشطة الرياضية مثل المشي والدراجات وغيرها، لأن احنا كلنا نعرف أن الرياضة تقي من العديد من الأمراض من ضمنها السكري وضغط الدم وغيرها، وننصح بعد أن حتى الأطفال وكبار السن أيضا يمارسون الرياضة بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية. لا تنسون تنزلون هذا التطبيق، وإحنا نعتبر هذا الشهر هي بداية، مو فقط يعني إحنا نكون نشيطين فقط في هذا الشهر، لا، إحنا نستغل هذا الشهر أن يكون هو الدافع والمحرك اللي بيخلينا نتحرك طوال السنة إن شاء الله. تطبيق تحدي دبي 30-30 نزلوه، وراح تشوفون جميع الفعاليات اللي تسويها إمارة دبي في كل الأماكن، وإلى جانب أن يعني هذا بتكون عشان تتبنون أنماط الحياة الصحية، الجو حين جدا جميل. ننصح الجميع أن مارسوا الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق عشان بعد ونحرص بعد أثناء ممارستنا لهاي الأنشطة الرياضية نحافظ على تباعدنا الجسدي فيما بيننا وبين الآخرين، نحرص على اتباعنا لجميع الإجراءات الاحترازية، ما ننسى أن احنا ما زلنا في الجائحة، فنحافظ على صحتنا وسلامتنا وإلى جانب تطبيقنا للإجراءات الاحترازية. طبعا مستمعينا الأعزاء بناخذ لكم فاصل ونرجع لكم مع التغذية السليمة لمرضى سكر الحمل، ورح نتكلم اليوم أيضا في فقرة صحة المسنين عن السقوط عند الكبار. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل مستمعيني على الأرقام التالية 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مصطلحنا الطبي لليوم هو التهاب السحايا. التهاب السحايا هو التهاب الأغشية الثلاث اللي تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي. يمكن أن يحدث هذا الالتهاب بسبب العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات، ونتيجة لذلك يصير تورم من هذا الالتهاب ويصاحبه أعراض مثل صداع شديد جدا، الحمى، والعنق المتصلب اللي هو نقصد أن الرقبة تتيبس عنكم. بعض حالات التهاب السحايا تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع، وفي حالات أخرى ممكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاج طارئ بالمضادات الحيوية. طبعا هناك تطعيم يحميك أيضا من بعض أنواع التهاب السحايا. إحنا ننصحكم بعد كلكم أنكم تستشيرون طبيبكم وتسألون عن هذا التطعيم. فقرة تغذية اليوم، بما أن إحنا في شهر التوعية بمرض السكري، اليوم راح نتحدث عن سكري الحمل والتغذية السليمة لمرضى سكري الحمل. إحنا كلنا نعرف أن سكري الحمل هو ارتفاع في مستوى السكر أثناء فترة الحمل، وعادة ما تظهر أعراضه في وقت متأخر من الحمل، حيث يصيب حوالي 4% من الحوامل، وغالبا ما يظهر لدى الأمهات التي لم يسبق لهن الإصابة بالسكري. يعني يصير في الحرق الحامل وهي أصلا ما تكون مشتكية أن فيها سكري من قبل. لكن اليوم راح نتحدث ونركز على ما هي التغذية السليمة لمريضات سكري الحمل. للحديث عن موضوعنا هذا يسرنا نستضيف عبر الهاتف معانا اليوم الأستاذة عليا عبد الرحمن دخان، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة عليا. صباح النور دكتورة. مثل ما قلتي سكر الحمل هو يعني احنا توعية الأعزاء بشهر السكر بالضبط، بس نحب نطمن الأمهات ما يكون في حالة خوف دائما. الأمهات أول ما يطلع تحليلهم السكر نحب نطمنهم أن هذا ارتفاع مؤقت مثل ما قلتي سبب الهرمونات في فترة الحمل، بس نحن نحاول من خلال الغذاء الصحي نتحكم في نسبة السكر هذه ونتجنب المضاعفات. طبعاً تخبرينا شو هو النظام الغذائي المناسب للأمهات اللي يعانون من سكر الحمل؟ أكيد. بالنسبة للنظام الغذائي فترة الحمل طبعاً لازم تكون صحية ومتوازنة، وخاصة إذا كانت الأم تعاني من سكر أو الحمل أو ارتفاع في السكر، تركز أكثر على النظام الغذائي الصحي اللي يكون عالي بالألياف، خاصة النشويات المعقدة. يعني ما نخفف نسبة النشويات بشكل كبير، لكن نختار نوع النشويات اللي نستهلكها خلال اليوم. نخلي النشويات المعقدة أو الكومبلكس كربوهيدرات، هذه اللي هي مثال عليها اللي هي الخبز الأسمر اللي هي البقالة، عندنا الشوفان، الرز الأسمر، البقوليات، كلها تعتبر من النشويات المعقدة. هاي النشويات تمتاز أنها ما ترفع لنا السكر بشكل تلقائي سريع، لكن ترفع لنا السكر بشكل تدريجي. هذا النوع من النشويات اللي إحنا نفضل أن نضيفها على النظام الغذائي. بسبب هذا يخلي مستوى السكر في الدم ما يرتفع مرة واحدة ارتفاع مفاجئ بس على مدى ساعات. عسبتي أنت تنصحينهم بالنشويات المعقدة أستاذة؟ أكيد. ونحاول بعد نبتعد عن النشويات البسيطة اللي هي الطحين الأبيض، المعجنات، الفطاير، الكيك، خاصة على فترة الريوق. بما أن سكر الحمل هو سكر ناتج عن الهرمونات، فخلال الليل الحمل لما تشوف الريوق يكون في ارتفاع أكثر في بالنسبة لهاي الهرمونات، فيصير عندها ارتفاع السكر أكثر. ففترة الريوق تكون حريصة أن ما تأخذ النشويات البسيطة اللي مثل الكيك أو البسكوت أو الفطاير. يعني إذا مستعيلة وخذت مثلا هاي الأشياء على الريوق، هذا ممكن يأثر على نسبة السكر أكثر. فخاصة على وجبة الإفطار الصبح تركز على الألياف والنشويات المعقدة، تضيف البروتين لأن البروتين يحسسها بالشبع فترة أطول، مثل البيض، الأجبان، الألبان. فالبروتين ضروري نضيفه على وجبتها، وبعد الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون، عندنا الأفوكادو والمكسرات. الزيوت والبروتين هم عوامل أشياء تساعد على الشعور بالشبع بدون ما يرفع لنا نسبة السكر.
اوكي جميل، يعني ما تنصحينهم يتريقون على كيك ودونت وبسكوت وشي ياكلون ومنعيش وشي سريعة وايد صرفت، يعني نخلي وحامهم حق بعدين بس مو بأول الصبح. مو بأول الصبح أيه. شوية تتريق، تاخذ اليوم يكون في توست أسمر، تاخذ الشوفان، ممكن تاخذ الأمور الثانية بعدين. أوكي. خاصة نظام السكر أو سكر الحمل يعتمد على النوعية وعلى الكمية، يعني بالضبط. ممكن هي مسموح لها كمية مثلا 3 فواكه والفواكه شيء طبيعي وسكرها طبيعي، لكن إذا هي خذت الفواكه كلها في وجبة واحدة مثلا العصر، بدل والله ما أكلت فواكه باكلها مرة واحدة، لأنها كلت 3 فواكه مرة واحدة هاي ترفع لها نسبة السكر بشكل أكبر تظهرها، غير إذا في المقارنة لو أخذت واحدة الضحى واحدة العصر واحدة مثلا في البيت. يعني احنا نقول لهم خذوا الفواكه بس لا تاخذونها مرة واحدة، قسموها على فترات إذا أنت كنت تعانين من سكري الحمل. أوكي. لأن الوقت مهم والكمية أيضا مهمة. الوقت والكمية، جميل. إنزين أستاذة بعدين. عندي بعض الملاحظات في أمهات، يعني مثل ما قلتي اللحام، يعني تكون هي أكلها صحي قبل الحمل، يوم تي على فترة الحمل تشتهي أمور مثل يتوحمون على أشياء غريبة أستاذة، أشياء ما تكون صحية. ففي أمهات مروا علينا في العيادة والنوتيلا كل 3 أول 3 شهور بس على النوتيلا، بس طبيعي بيكون عندها ارتفاع في نسبة السكر، أو المشروبات الغازية ما كانت تشربها قبل واشتهتها في الحمل وصارت تشربها يوميا، فهاي الأشياء حاول قدر المستطاع لو هي مشتهتها تأخذها بكميات بسيطة وما تبالغ فيها، أو إذا قدرت أنها تتجنبها ما تكون موجودة في البيت يكون أفضل، في المشروبات الغازية، الحلويات، حتى العصائر ما نكثر من شرب العصير كل يوم. الكثير يلخبط في العصائر أستاذة، لو تكلمينهم شوي أكثر عن العصائر بعد يستسهلونها. في انطباع ان فريش في البيت فما يضر ابدا، بالضبط، وصح مفيد وطبيعي، لكن احنا لما نعصر الفاكهه نعق عنها او نتخلص من الالياف، فيتم عندنا بس العصاره اللي هي الماء، النكهه، الفيتامينات موجوده، لكن ما نتخلصنا من الالياف نرجع على النقطه الاساسيه اللي قلناها في البدايه، يصير عندنا ارتفاع سريع في السكر. بالضبط. فنحن دائما نفضل اذا شخص بياخذ الفواكه ياكلها كحبه فاكهه كامله. جميل. او البرتقال ممكن ينضرب في الخلاط كامل، يعني حبه البرتقاله كامله تنضرب يكون نسبه القطع الالياف موجوده، فبعدها تساعد على تقليل الارتفاع ما يكون سريع. طبعا في اطعمه معينه تنصحينهم يبتعدون عنها استاذه للحريم اللي يعانون من سكر الحمل؟ في اشياء لا، يعني اهم شيء الاشياء المصنعه، يعني الحلويات، البسكوت، الوجبات الخفيفه هذه اللي تكون نسبها عاليه جدا بالسكر، اضافه السكر على المشروبات مثل على القهوه، على الشاي، على اي مشروب تخفف نسبه السكر اذا قدرت تدريجيا. انصح انها تاخذ سكر صناعي فتره الحمل، في منهم من باب الحرص انها توقف السكر تاخذ السكر الصناعي ما فضل خلال الحمل، طبعا نقلل استهلاك السكر، وإذا قدرت تمتنع عنه على الأقل في فترة يعني فترة الأولى اللي تنزل تحاليلها وتتعدل عندها الوضع بيكون أحسن، ودائما زيادة على النظام الغذائي إحنا ننصح شرب الماء يكون كافي ضروري. والحركة تكون موجودة إذا كان يعني ما عندها مانع عنها ما تمشي، والمشي مو لازم دفعة واحدة، يعني تمشي 10 دقائق ربع ساعة، ممكن تقسمهم 2-3 مرات في اليوم، ممكن بعد الوجبات تريح بعد الوجبة بساعة تمشي 10 دقائق في البيت، هذا يخلي عندنا نسبة السكر حتى تنزل، إذا هي بتفحص الفحص يوميا في البيت بيساعدها في النتائج أنها تنزل، كونها أكلت بعد ساعة مشت 10 دقائق بعد ساعتين تفحص، فبيصير عندنا نحن بدل ما أكلت ورقدت نسبة السكر نوعا ما صارت مثل ما هي، لا بذلت مجهود فنتائجها تبتدي تدريجيا تتحسن. طبعا احنا كثير نعرف استاذه لو نقول للمستمعين ان العلاج الاول لسكر الحمل هو بالتغذيه ونمط الحياه الصحي، اذا هي قدرت تسيطر على غذائها ونمطها الحياه الصحي ما راح تضطر تروح للعلاج الدوائي. فدائما السكري في جميع انواعه البدايه النوع الاول وسكر الحمل مهم انهم ما يغيرون نمط حياتهم ويعدلون اكلهم. هل تأيديني في هذا الكلام أستاذة عليا؟ أكيد أكيد. أيه. نسبة كبيرة من سكر الحمل يكون واضح تغذيتهم فيها خلل أو زيادة الوزن، أنا هذا الشيء بعد لاحظت وايد عند الأمهات، زيادة الحمل زادت الوزن في بداية الحمل، يعني بداية الحمل زيادة فقط كيلوين أول 3 أشهر،
أي. لكن في امهات تتفاجئين يكون زادت 10 كيلو في اول 3 شهور. دائما يقولون جمله احنا ناكل عن اثنين يعني ما مفهوم شوي خاطئ بعد، خاصه اذا اول حمل ممكن الامهات وهذا نصايحهم تكون يعني كلي 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 تغذي. بالعكس يعني اول 3 شهور يضرها زياده الحمل المفرط، زياده الوزن المفرط. فكيلو وين اول 3 شهور؟ نص كيلو كل اسبوع اسابيع اللي عقب، او تقريبا نقول افرج تقريبا بين كيلو ونص كيلو وين في الشهر، هذا يعطينا معدل زياده وزن طبيعي. فنزول الوزن طبعا مو محدد اثناء الحمل، في مواد خاصه بعد استاذه عليا الوزن. اذا عندك اي نصيحه اخيره تنصحين فيها نسائنا الحوامل اللي يعانون من سكري الحمل؟ اهم شيء مثل ما قلنا النظام هيكون متوازن. أوكي. ما تتوتر، تسوي رياضة كثر ما تقدر، إذا قدرت تمشي 10 دقائق أو ربع ساعة فيهن فايدة، وتشرب كمية كافية من الماء حوالي تقريبا لترين من الماء. أستاذي علي عبد الرحمن أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الغنية والمثرية، يعطيك ألف عافية. السقوط عند الكبار من الظواهر التي تشيع عن كبار السن، وقد سبب لهم العديد من المشاكل الصحية والمضاعفات التي قد لا تحمد عقباها. للحديث عن هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية الوقاية منها، يسرنا اليوم يكون معنا عبر الهاتف الدكتور هيثم حسن، أخصائي أول طب كبار المسنين في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور. لو بداية تحدثنا عن هاي الظاهرة بشكل عام، وما هي نسبة انتشارها لدى كبار السن؟ تمام. بداية مشكلة السقوط هي مشكلة شائعة لدى كبار السن. عندنا تقريبا 1 من كل 3 من كبار السن يتعرض سنويا على الأقل لمرة واحدة من السقوط. فيجعلنا نواجه 30% من كبار السن يسقط سنويا، رقم كبير جدا. كما أن تشير الإحصائيات أن حالة من كل حالتين يتعرضوا للسقوط يتعرضوا لأذى، الأذى ده متراوح ما بين بسيط إلى شديد الخطورة، قد يؤدي إلى حجز في المستشفى أو إيفن تدخل عملية. يجدر الذكر هنا أن معدل السقوط يتناسب طرديا مع زيادة العمر، بمعنى أن لو عندنا فئتين، الفئة الأولى ما بين 65 إلين 70 والفئة الثانية ما بين 70 إلى 75، فإن الفئة الثانية معرضة أكثر للسقوط. وبالتالي التكلفة الطبية للسقوط وللمضاعفات المترتبة عليه هي تكلفة طبية عالية جدا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تشير آخر إحصائيات أنها تتكلف سنويا ما يقارب $30 بليون لعلاج السقوط ومشاكل. معناتها هي الظاهرة تشكل مشكلة حقيقية دكتور. فعلا. طيب تخبرنا شوي عن أسباب حالات السقوط عند الكبار، ما هي الأسباب؟ بالنسبة للأسباب، الأسباب كبيرة ومتعددة، ولتسهيلها إحنا ممكن نجمعها في 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي أسباب تخص الشخص المسن، زي التغيرات التي تحدث مع تقدم السن، زي ضعف العضلات، ضعف الإحساس وغيره. ممكن برضو يكون في أسباب زي التغيرات الذهنية اللي بيتعرض لها كبير السن، مثل أمراض القرف وأمراض الألزهايمر. نعم ممكن يكون المريض يستطيع المشي، بس ده برضو لا يعني أنه مش معرض للسقوط، لأن الإدراك نفسه متأثر. أيوة. من الأسباب حصول سقوط سابق، بمعنى أن لو عندي مريض تعرض للسقوط فهو معرض مرة أخرى للسقوط متكرر. بعض المشاكل اللي في العضلات ومشاكل الاتزان برضو تؤدي إلى السقوط. لو في تأثير في القدرات الحسية زي الإبصار والسمع يؤدي إلى السقوط، ولذلك ننصح دائما على الأقل بعمل فحص سنوي للإبصار والسمع. هذا بالنسبة للأسباب المتعلقة بالشخص. هناك أسباب أيضا متعلقة بالبيئة المحيطة وفي أدق تفاصيلها، مثلا الحذاء، لازم يكون الحذاء مقاسه مضبوط، ولازم حتى الكعب، علو الكعب ليه مضبوط. أيوة. نسمع عن الأجهزة المساعدة للمشي زي العصا أو الووكر،
نعم هي ممكن تفيد المرضى، لكن لازم يكون الاختيار اختيار صحيح، ان هذا المريض يحتاج الى العصا او هذا المريض يحتاج الى الووكر. وايضا المقاس، لازم يكون المقاس مناسب لطول المريض والحالة الصحية. اقول ايضا ان السجاد اللي موجود في البيوت اذا كان غير مثبت او كان متحرك ممكن يعرض المريض الى السقوط. إذا كان وجود أثاث متحرك في البيت غير مرتب بطريقة معينة ممكن يزود فرص السقوط. الإضاءة شيء مهم جدا، يجب إضاءة عالية وواضحة لأن تساعد المريض أن يقدر يشوف فوق وما يتعرضش لزيادة في معدلات السقوط. وأرضية الحمام إن ما تكونش مبللة، هاي مهمة جدا بعد دكتور، ممكن تحط زي السجاد اللي هو مانع للانزلاق، ممكن يفيد كتير جدا. بالنسبة لآخر مجموعة من الأسباب هي الأمراض المزمنة. لا يخفى عليكم أن زيادة الأمراض المزمنة بتؤثر على المريض وعلى اتزانه، مثل عدم انتظام دقات القلب، هبوط في ضغط الدم، لو كان في نقص في بعض الفيتامينات ممكن يعرضنا ايضا للسقوط. الادويه، بعض الادويه بيؤثر على الاتزان، وايضا احنا دايما بنحاول نشوف عدد الادويه، كل ما زاد عدد الادويه وتعدى الخمس ادويه يوميا بيزود فرص السقوط. الاسباب اللي ذكرناها دلوقتي، اذا كان في مريض واحد تجمع اكثر من اربع من العوامل ديت يزود فرصة السقوط تقريبا بما يقارب 70%. يعني تلخيصا للي قلته دكتور، في عوامل احنا ما نقدر نسيطر عليها مثل الكبر في العمر او الامراض الذهنية اللي تصيب الشخص الكبير في السن، حتى الأمراض المزمنة في مجال إن إحنا نسيطر عليها إذا حافظنا على مواعيده وأدويته، لكن في عامل جدا مهم إحنا نقدر نسيطر عليها اللي هي البيئة المحيطة بكبير السن، هذه إحنا نقدر نسيطر عليها ونتحكم فيها ونخليها آمنة بنسبة معينة لكبير السن. توافقني الرأي دكتور؟ بالفعل يا فندم، بنصك جدا على الراي دوت. طبعا بنحاول ان احنا ندل المرضى او كبار السن على الوضع الافضل للبيئه المحيطه بالضبط. في المنزل، وفي بعض الحالات بنعمل زي زياره منزليه بسيطه للوضع المحيط بالمسن. ما بين هذه الخدمه توفرها هيئه الصحه، نتسوي زياره منزليه بتوفر يا فندم في بعض الحالات المستدعيه لها. جميل جدا، جميل جدا دكتور. نسين دكتور، إذا لا سمح الله هذا الشخص الكبير في السن تعرض للسقوط، متى وأين يتجه إذا صارت الحالة هاي؟ طيب تمام، فإن هو تقريبا بتختلف من حالة إلى حالة أخرى. يعني في بعض الحالات بعد السقوط إذا كان هناك في ألم شديد أو كان في كف أو في غياب عن الوعي أو زيادة الاستفراغ، الحل الأفضل والنصيحة الأفضل لمريض الزوج إنه الاتجاه الفوري للمستشفى. اتجاه الفوري. أي مستشفى دكتور؟ أي مستشفى بتقدم من حالة ثانية يكون كثف، أي مستشفى قريبة للمريض يتم عمل فحص كامل، هل في مشاكل في العظم، هل في المشاكل في المخ. ففي الأفضل نتجه للمستشفى في الحالات اللي قلنا عليها. أما في بعض الأحيان يكون السقوط مصاحب ببعض المشاكل بسيطة، ألم بسيط، كدمة، أو ممكن ما يكونش فيه أعراض، أو إيفن حتى الوقاية. بالنسبة للوقاية بننصح أن عندنا هنا عيادة صحة كبار المواطنين الموجودة في مركز سعادة كبار المواطنين بالمنبر. عندنا العيادة بنستقبل فيها الحالات اللي تعرضت للسقوط أو الحالات اللي تحب تعمل زي إجراءات وقائية لتقليل السقوط. الحالات البسيطة يعني. اي فندم، بيتم فحص المريض واخذ تاريخ مرضي لما حصل قبل السقوط، اللي حصل في السقوط ذات نفسه، والحاله بعد السقوط. بيتم فحص الابصار، فحص السمع، مراجعه الادويه اللي بياخذها المريض والتاكد ان ما فيش اي ادويه بتؤدي الى السقوط. ايوه، في ادويه تسبب دوخه، لانها في ادويه تسبب لهم دوخه دكتور، صحيح؟ بالضبط يا فندم، وساعات يكون الادويه تؤثر على ضغط الدم، بيقيس ضغط الدم والمريض جالس، وايضا المريض واقف، ونتاكد ان مش السبب هو ضغط الدم. بنشك على العضلات وعلى الاتزان، نتاكد ان المريض لا يعاني مشاكل فيها. في بعض الاحيان زي ما ذكرنا بيتم مراجعه البيئه المحيطه بمنزل المريض نفسه، وبنتاكد من صحه العظام وهل فيها شاشه عظام، هل محتاج ان احنا نعطي ادويه نقوي العظمه بحيث ان حصل سقوط مره اخرى ما يحصلش مضاعفات مثل الكف.
اوكي دكتور، معناته التوعيه للشخص اللي يهتم بكبير السن ايضا مهم. احنا لازم نوعيهم ان ديروا بالكم، لاحظوا العلامات، تكونوا على علم بالادويه اللي ياخذونها وما الى ذلك. دكتور، دكتور لو تكلمنا شوي عن المضاعفات اللي ممكن تترتب عليها عمليه السقوط هذه. تمام. المضاعفات في الاختصار هي مضاعفات كثيره، بس في الاختصار ممكن نختصرها لمجموعتين، فيها مضاعفات نفسيه ومضاعفات جسديه. المضاعفات النفسيه نبداها، تصاب بعض المرضى بعد التعرض للسقوط للخوف من السقوط. أيوة. وبالتالي الخوف من السقوط قد يدفع المريض ان هو يسقط مره اخرى لانه فقد الكونفيدنس او الثقه في النفس، أو قد يدفع المريض لرفض الحركة تماما حتى يتدارك أو يمنع السقوط، وبالتالي يفقد الاستقلالية ويصبح ملاصق للفراش. أما بالنسبة للمضاعفات الجسدية فهي عديدة، منها بداية الكسور، قد يكون كسور في الأضلاع، ممكن يكون كسر بسيط، أو ممكن يكون كسر يؤثر مركب. أكثر لو كان طلع دوت أثر على الرئتين مثلا. أيوة. ممكن يكون في كسر في الفقرات، وكما نعلم جميعا أن الفقرات محيطة بالحبل الشوكي، فلو حصل تأثير ممكن يأثر على العمود الفقري. قد يكون في كسر في عظمة الفخذ، وبالتالي ممكن يؤدي أن المريض يفقد الاستقلالية في الحركة وملاصق للفراش. ممكن في بعض الأحيان يحصل نزيف في المخ، ممكن لا قدر الله في بعض المضاعفات تحدث إلى الوفاة. فإحنا دائما بنؤكد أن دائما الوقاية خير من العلاج. بالضبط. أفضل أن إحنا نفحص المريض قبل ما يحصل السقوط، ولو حصل سقوط نتدارك لو سقوط نعرف بسيط أو كده. نعرف الأسباب إذا كان السقوط خفيف يعني. دكتور، نصيحة أخيرة تعطيها لمستمعينا. إن إحنا نحاول نركز على البيئة المحيطة. نتخيل المريض الجزء اللي بيتحرك فيه في البيت، من السرير إلى الحمام إلى المجلس، ونحاول نخلي المكان دوت يعني مش مزدحم بالأساس. بالضبط. الزيارة الوقائية مهمة جدا، إحنا نتقبل المرضى قبل السقوط أفضل، ونعمل بالضبط. تحليل للنظر وللعضلات وللاتزان وللسمع وللبصر بطريقة دورية يكون أفضل بكثير. حتى ننصح الناس أن يطلبون الزيارة المنزلية بعد لمكان تواجد كبير السن، بعد ما فيها ضرر أن الواحد يطلب رؤية خبير يشوف للمكان. يمكن سبحان الله في أشياء الواحد ما انتبه عليها في البيت تكون خطرة على كبير السن. مزبوط بالفعل. أي. فزي ما قلنا نحاول نحن دايما نوجه النظر بتاعنا للوقاية. دكتور هيثم، دكتور هيثم حسن أخصائي أول طب كبار المسنين، شكرا على وقتك الثمين جدا وعلى نصائحك الثمينة. الوقت معك يجري يعني صراحة، وإن شاء الله بتكون لنا محادثات ثانية إن شاء الله. شكرا على وقتك، يعطيك ألف عافية. ختام حلقتنا، نذكركم أعزائي المستمعين لا تنسون ترتدون كماماتكم لوقايتكم من كوفيد-19. نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد والتنسيق بهيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا نمر محمد، وفي التنسيق الأستاذة إسراء، ومحدثتكم دكتورة هند العوضي. ودمتم في أمان الله، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.